هذا القانون بعد التصويت عليه بإحدى مواده أو بإحدى الفقرات اللي ضمن المادة الأولى من عدة أنه تقول هناك مدونة سيتم تكليف الوقف الشيعي أو السني بإعدادها. هذه المدونة راح تقول لي وأنا ما شايفة إيه ما شايفة، أنا دا أقول بالقانون حتى ما أقدر أحكي عن المدونة إلا يشرع القانون، حتى أقول هناك تكليف وفق القانون أنا أكلف بالوقف الشيعي بإعداد مدونة والوقف السني بإعداد مدونة. واليوم أو البارحة إجانا أحد الأخوة الممثلين حتى هذا هم ذكره قبل قليل في أحلى اللقاء ذكره أنه هذا تمييز بنتيجة بقية الطوائف شلون؟ بالعكس هو إحنا نريد بقية الطوائف أن تأتي وليتم تنظيم أحوالها شخصية بقانون هي ترتئي. فجانا أخوة الأخ ممثل الطائفة الصابعة في مجلسها السيد أسامة البدري لأنه سيتم هناك تداول مع مراجعنا بكتابة مدونة لعرضها وتضمين هذا المقترح. هذا قضية سيمضي القانون ويتم التصويت عليه ثم ذلك تجي المدونة. تأتي المدونة، من تجي المدونة يا بشلون؟ وأنت مجلس نواب وأنت سلطة تشريعية كيف تخول يعني وين التخويل بالموضوع؟ وين اعطاء حق التشريع الحصري هو للمجلس النواب لجهه اخرى؟ القوانين مشروعات القوانين اللي ذكرت في البدايه، مشروعات القوانين تجي منين؟ تجي اما من الحكومه او مقترحات تقدم من لجان مختصه. فهذه المدونه سيتم التصويت عليها، سيتم اعدادها عن طريق الوقف الشيعي، ترسل الى مجلس الوزراء يتم التصويت عليها وترسل الى مجلس النواب. بذاك الوقت اذا طالبنا مجلس النواب بالتصويت على مدونه واقول لها مدونه مضمومه ما اقدر انا اراول لك اياها تعذرني، هذا احنا ما نقبل بها، فبتيجي المدونة ويتم التصويت عليها.